السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بألف ألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديده في القناه اللي كنتمنى تنال استحسانكم. غادي نشارك معكم فيها طريقتي اللي كنديرها الكفته ديال الانشوبه، ومعلومات اللي هكا معلومات اللي مختلفه غادي نبارطاجيها معكم واللي غادي تفيدكم ان شاء الله باذن الله. ودلاح او دلاع كل واحد شنو كيقول له، يعني غنبارطاجي معكم شي حويجات عليه. فكنتمنى تشاهدوا لا فيديو، كنتمنى تعجبكم لا فيديو، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والاشتراكات ديالكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا على بركه الله البنات، نوجدوا مع بعض الكفته ديال الانشوبه اللي كتجي بنينه صراحه، كتجي بن من ديال السردين. بالنسبه للانشوبه هنا بالمقادير عندي هنا كيلو ديال الانشوبه. الانشوبه راه حيت لها غير السلسول، غسلتها مزيان وخليتها نشفات، يعني كسقطات كيف ما قلت لكم كنحيد لها غير السلسول وتنخليها بالجلده ديالها، ما تنحيدش ليها الجلده باختلاف على السردين، تنحيد له الجلده ما تنخليهاش. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال مطيشه اولا ما كاملش، يعني ناقصه واحد الحبه. علاش كنكثر مطيشه؟ لانه ما تنديرش انا مطيشه الحك، يعني ما تندير حتى شي حاجه معلبه، تندير كل شيء طبيعي، لهذا كنكثر مطيشه باش كتجيني ديك لاصوص مزيانه. هنا عندي القزبر والمعدنوس كيف ما كتشوفوا، والثومه اللي دقيتهم مزيان باش كيعطيو الريحه ديالهم وتعطيو النكهه ديالهم مزيان. فعاد ديال الفصوص ديال الثوم درت 4 ديال الفصوص ديال الثوم كبار. وهنا القزبر والمعدنوس غادي نقسمهم ما بين لاصوص وما بين الحوت. هنا ورقه سيدنا موسى. وبالنسبه للعطريه انا غادي نديرهم معكم يعني هكا جماعه، نبدا بعدا بالمراحل الاولى. غير بغيت نشارك معكم واحد اعشاب اللي عنده عائلته في ايطاليا، ولا ما عرفتش واش كيتباع هنايا في لي سوبر مارشي ولا لا. رائع البنات، رائع الحوت. انا هذا نورمالمون هي الحوت اللي كنديرو في الفران وداكشي، وكنديرو حتى في الكفته، كيجي رائع، واحد المذاق زوين. هو عباره عن اعشاب، نوري لكم هكا باش تشوفوه. ها انت راه اعشاب، هو ما عرفتش واش غيبان لكم، ها هما راه غير اعشاب مطحونه اللي كتجي كامله مع الحوت. صراحه غزال غزال، ريحته فنه والله العظيم، ما سخيت به سالي لانه صراحه كينفعني وكيعطي واحد النكهه زوينه للحوت. اذا نبداو على بركه الله. عاوتاني واحد الحاجه غادي نعاود نشاركها معكم، دائما كما كتعرفوا على قناه الام حسناء الاستفاده، اي حاجه كنديرها كتصدق ليا تنبغي نبارطاجيها معكم. عندي تحميره، يعني قبل ما نبدا يعني ما غاديش توابل، لكن غنبدا معكم بالتحميره الطبيعيه. يلا جبت هذاك الشيء علاش بغيت نبارطاجيها معكم. هذه تحميره طبيعيه، انا نتوما يبان لكم غير من اللون ديالها، ويبان لكم حتى من كتكون هكا غبره ديالها ما كتلصقش بحال ديك اللي كنشريو من الحوانت العاديه. المهم هذه بالنسبه للناس اللي في كازا ما كنلقاهاش هنايا، بالنسبه فين ساكنه انا عند العطاره الصغار ما تتلقايهمش. كنلقاها انا عند العطاره اللي في البرنوس في طارق، في القصريه ديال طارق تلقاها عندك العطاره الكبار، عندهم تلقى هاد التحميره. صراحه غزاله غزاله غزاله، انا ما نقدرش نستغنى عليها، كتسال لي نص كيلو كنمشي نجيب نص كيلو. بالنسبه للثمن كيلو ب 60 درهم، انا كنجيب نص كيلو ب 30 درهم. المهم هي هذه. اذا نبداو على بركه الله، نطحن مطيشه ديالي بالقشره كيف ما كتشوفوا. انا دائما كنحيد الزريعه المطيشه، تنحيدها ما تنخليهاش. اذا غادي نبدا نطحن المطيشه ديالي. اذا بالنسبه للكيسيه شنو نقيسهاش بالماء، هنا تلقاوني دايره هنايا على هاد سميتو على هاد البواطه ديال السكر، لان عندي البريز بعيد علي بعيد على هنايا على هنا. انتوا لاحظوا ملي كنديرها تيبقى مجبد، ونورمالمون هاد لي ماشين هادو ما تيبغوش تجبدي لهم هاد الخيط هذا، خصك تخليها هكا يعني مرتاح. لهذا كنديرها فوق هذه باش نحافظ عليها ما يعني ما تضيعش ليا. هنا قلت لكم هاد الشو هنا كتقاس واحد شويه هنايا، الو شنو كندير لها غير كنمسحها. المهم هي لاصوص كيفاش كتخرجها، المهم راه كطحن ما كتبقى تبان لك لا قشره لا حتى شي حاجه. اذا غنديرها في الكوكوط ديالي. بالنسبه لواحد البنت، واحد البنت كانت جات عندي صراحه طيحت عليا هذه الفكره، بالنسبه للكوكوط اللي عنده الكوكوط بحال هادو ديال ايطاليا، هما كتشوفوا عندهم كتكون عنده واحد الصفاره ماشي بحال هادي، كتكون عنده واحد الصفاره اللي كتتنى بحال هكا، كتتنى وكتبقى لاصقه هنا ما كتحيدوهاش. هذيك يعني كاين واحد البنت كانت جات عندي وقال لك هما عندهم نفس الكوكوط، وملي خسرات لهم الصفاره صافي حطوا ديك الكوكوط ما بقاوش كيستخدموها غير الا بغاو يسلقوا فيها شي حاجه. ملي شافت عندي انا نفس الكوكوط ولقاتني انا بدلت لها هذا، انتم تلاحظوا راني بدلت لها الصفاره شفتوها، مشيت ديتها عند السيد اللي كيصاوب هذا الشيء ديال الكوكوطات وديال لي ماشين هكا، قلت له واش يمكن لك تبدلها ليا، وبدلها ليا واخا راه يعني وكاين واحد العيب هنايا، ولكن المهم قضيه الغرض كندير لها صفاره عاديه وكتخدم عاديه، المهم ما ضعتش فيها.
كنتمنى هاد المعلومات تفيد النساء اللي عندهم نفس الكوكوط وخسرات لهم السفاره. راه انا بدلتها لهم شات سوداها ليا هنايا ودار لي سفاره عاديه كيف ما كتشوفوا هنايا، معلومه وصافي بالنسبه اللي عنده نفس الكوكوط. المهم من بعد ما كملت البنات مطيشه ديالي كيف ما كتشوفوا، انا راني شللت هذيك الهاشواغ ديالي خليتها تما باش تقطر باش نطحن فيها الحوت، ولكن قبل انا كنبغي مطيشه طيب لي مزيان عاد كندير فيها الحوت، ما كنبغيش يبقى فيها داك لوغو ديال مطيشه خضراء، يعني كتعرفوا الحوت دغيا كيطيب يعني. الو غادي نصبها وغادي نحطها طيب على خاطرها. المهم كتعرفوا كندير زيت الزيتون صافي، غادي كتخوي لي غادي ندير شويه، هانتوما شوفوا معايا غادي ندير شويه ديال التحميره كيف ما قلت لكم التحميره الطبيعيه، ونفس المقادير هما اللي غادي ندير، نفس العطريه هي اللي غادي ندير نصف نفس التوابل. غندير شويه ديال سكينجبير يعني غير شويه ما نكثروش سكينجبير، يعني واحد راس معلقه، شويه الخرقوم عينكم ميزانكم صافي. هادو راه كتشوفهم بحال هكا راه ما تيخويوش ليا بزاف، يعني العطريه راه قليله ماشي زعما كثيره، لان عندي غير كيلو. ندير شويه ديال الابزار، بالنسبه اللي كيبغي الحار، اللي كيبغي الحار يدير غير شويه ديال الابزار ويدير هذا يدير السودانيه، اللي كيبغي البزار. بالنسبه انا الوليدات غادي ياكلوا ما كنبغيش نكثر البزار. هنا غادي ندير ورقه سيدنا موسى في لاصوص، وغادي ندير الربع، ندير تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي صافي. هادشي اللي غادي ندير هنايا. والقزبر يابس، حتى القزبر يابس حتى هو ضيفوه كيجي زوين. ها هو شويه ديال القزبر يابس صافي، غنردو فوق البوطه ونخليها طيب على خاطرها. بالنسبه لبنات الصفاره اللي قلت لكم، ها هي راه عندي وحده بحالها، ها هي الصفاره شفتوها، ها هي اللي كتبقى مفيكسيه هنايا، هي هادي. انا هادي نفس الصفاره كانت عندي في هاد الكوكوط، راه تهرسات لي خسرات، ماعرفتش واش ما شنو المشكل تا خسرات. المهم هي هاد بحال هاد الصفاره هادي، يعني بهذا الشكل هذا كانت عندي هنا، وهي اللي حيت تهرسات لي وحيتها انت معلومه وصافي. المهم غنشعل على مطيشه ديالي وغادي نبدا نطحن الحوت. المهم البنات راه نسيت ما قلت لكمش الملحه، راني ضفت الملحه عينكم ميزانكم. بالنسبه للعشوار ديالي ها هي راني شللتها، غير شللتها غير بالماء، ها هي غادي ندير دابا كفته او الحوت. المهم كيف ما قلت دائما كنقول كميه تكون قليله، بحال دابا هنا نقسم هذا الشيء على جوج، على جوج مزيان، ها هي الكميه لاحظتوا كميه تكون قليله. ها نغسل يديا ونمسحها، لان غادي نشد هذا نشد داك الموتور، كنبغيش كاع نقيسو بالماء صراحه. ملي كتكون شي ماشين كتعتقك كتولي محافظه عليها صافي. المهم انتم لاحظوا الطريقه باش كنطحن دغيا، انتم لاحظوا دغيا كطحنوا صراحه. المهم انتم لاحظوا شتي كيفاش كتخرج هكا، وراه صراحه تعجن لي صراحه، ولكن راه كيجي زوين ملي كنديرو مع الرز راه كيجي زوين. المهم غادي نقاد هادشي وننظم البلاصه ونغسل المعينات، يعني كتعرفوا كنخدم وكنغسل ما تنخليش المعينات يعني يدكسوا عليا، غنغسل هادشي ونغسل هاد لا ماشين نردها بلاصتها، يعني ما بقيتش غادي نحتاجها، ونرجع باش ندير معكم العطريه وكيفاش كنشرمل السردي هذا لانشوبي ديالي. المهم البنات بعد ما طرفت الدنيا وغسلت المعينات ديالي، دابا غنشرمل معكم السردي لانشوبا نفس الطريقه البنات بالنسبه للسرديين، يعني نفس الطريقه هادو غادي نخليهم حتى نديرهم على من بعد نفس الطريقه.
كندير السردين. يعني كيف ما كتعرفوا الثومه والربيع الحوت بصفه عامه كيبغي الثومه والربيع. كتلقاوني انا عزيز عليا ندير الربيع بزاف. غنضيف الملحه لاني غندير الحامض. انا جبت هنا الحامض مصير اللي كنصاوبو على يدي. ما شفتو البنات ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا هانت راه تقريبا دابا راه نقول لكم شي 8 شهور كنظن شي 8 شهور باش درتو. كندير راس معلقه ديال سكينجبير. بالنسبه للتوابل غندير شويه ديال الابزار كيف ما قلت لكم اللي باغي الحار يدير السودانيه. انا غنكتفي غير بالمزيودات مع وليداتي غياكلوا. ندير شويه ديال الخرقوم وغندير التحميره الحوت راه كيبغي التحميره. وغندير هاد هاد الاعشاب هادو ما عرفتش كيبان لكم. غندير هاد الاعشاب رائعين رائعين صراحه. ما عرفتش كيتباعوا هنايا صراحه كون عطيتكم فتكم. دير شويه كيعطي واحد المذاق زوين كتخرج ليش هاد البلاصه مزيان صافي كيعطي واحد المذاق رائع للحوت. هنا راني شويه الفلفله غادي ندير معاه شويه الفلفله. تقدروا ديروا حتى انا شويتها في الفران ما الافضل صراحه كنفضل اني نشويها في الفران. وديروا حتى بطاطا بالنسبه للوليدات اللي كيبغيو بطاطا. المهم بالنسبه لهاد القريعه خديتها من ايكيا زوينه صراحه. خديتها من ايكيا كنظن بشي 700 دريال. ما عقلتش واش 700 واش 35 درهم ولا 45 درهم والله ما عقلت بالضبط. المهم هاد الثمن ما كتفوتش هاد الثمن هذا. المهم راكم عارفين حامض مصير دائما كنهزو الطرف اللي حنايا باغيين وما غنقيسوش بيدينا باش ما نضيعوش الحامض ديالنا. المهم غنحاول نقطع بالموس نهز الطرف اللي بغيت. كنظن غنهز هذا صافي غنهز هذا انا غنشوف الا كان خاصني. المهم فيها هاد الجلده هادي زوينه صراحه كتحافظ ما كتخليش كاع الهواء يدخل كتسد من داك الشيء هكا. المهم غنشوف الا ما كفانيش ونضيف وغندير زيت الزيتون. غنضيف زيت الزيتون هنا وغادي نخليه واحد شويه. راه لاصوص ديالي صرا بدات كطيب. ناخذ غير اللوب ديال الحامض ها نتوما الا بغيتو هذا كتلوحوه في لاصوص. ولكن انا دايره المطيشه كثيره يعني الحموضه راه كاينه. صافي حيد غير داك العضومه كيكونوا صافي. غنحاول نقطعو بحال هكا. الا ما كانش عندكم الحامض مصير تقدروا ديروا غير العصير ديال الحامض عادي. صراحه كيعجبني العصير ديال الحامض عادي دابا حيت ما كاينش عندي الحامض. البنات دار الكرون انا قبيله سولتو لقيتو 320 360 الكيلو. صافي غندير غير هاد كتعرفوا الحامض مصير ديال الدار تيكون كونسونطري. ندير غير هاد الكميه بهاكا صافي. دائما انا تنديرو في الظلام تنديرو في بلاصه اللي مظلمه. الا كنتو عقلتو فاش درت لكم جوله في الكوزينه راه كنت واحد القنيه فيه البوطه وهذا تما كندير اي حاجه ما كنبغيهاش يعني يوصلها الضو بحال البطاطا حيت كتولي خضراء. راكم عارفين البطاطا يعني مع الضو مع الاضاءه كتاكسد وكتعطي ديك الخضوره من الفوق. البطاطا كندخلها تما كنغسلها مزيان حتى كتنقى مزيان ودير لها شبيكه لداخل فواحد القنيه تما دير لها شبيكه ومستفاها تما يعني كنجبدها نقيه. كندير هاد بحال هاد الحامض هكا مصير بحال كانت عندي شي قرعه ديال الزاج ديال زيت الزيتون ما مغطيهاش حتى هي كندخلها تما. الحاجه اللي تنخاف منها انها تاكسد مع الاضاءه تندخلها تما. نفس الشيء كندير الحامض نيت غنرجعو لبلاصتو سالي ونرجعو لبلاصتو صافي. وغادي نضيف دابا شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للحوت راه كنشرملو بكري دابا غير حيت ما بقاش ليا الوقت. من الافضل انه يتشرمل بكري وتخليه بكري هكا يعني يشبع شرموله عاد طيبوه. دابا انا ما عنديش الوقت غادي نضيف شويه ديال الرز. تقدروا ديروا الرز العادي انا عندي الرز كلاصي يعني غادي ندير ليه غير واحد الغسله غير غسله وحده لان انا باغا نحافظ على دوك النشويات اللي فيه. غندير له غير غسله وحده يعني غير واحد الشويه ما تكثروش
ما كنبغيش انا يكون عاوتاني الروز كثر من يكون باين في السردين بزاف. صافي 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 وما كاين اليد هي اللي كتنفع. بسم الله غنحاول نخلط هاد العناصر مزيان. واحد الريحه طالعه منه غزاله. صافي غادي نصايب الكويرات من هاد لانشوبه وغادي نديرها في لاصوص ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. باش نبارطاجي معكم حتى بالنسبه انا نوريها لكم دابا قبل ما نبارطاجي معكم حتى الدلاح ها هي كنظن كتبان لكم دابا. المهم غنعطيكم نيت معلومات على هاد الدلاحه هادي. اذا بقاو معايا ما تمشيو فاين. المهم البنات انا حطيته باقي غنكمل واحد الكويرات قلال. المهم غير بغيت نشارك معكم واحد القضيه. تقدروا طيبوه في الطاجين، انا طيبته في كوكوط لان بغيت لاصوص تبقى لي كثيره. الطاجين كتعرفوا كينشف. المهم وحاجه اخرى هي ما تبقوش تحركوا بالمعلقه، بقاو تحركوا غير الكوكوط بحال هكا وخليوها يعني ما ديروش بالمعلقه في الاول هكا كتشتوا الكفته. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. ودابا البنات راني الماكله كطيب، الحوت ديالي راه كيطيب ونقيت الدنيا، غسلت الماعن واخا غادي تشوف واحد الجبل تما. المهم غيستقطروا وغادي نرجع كل حاجه بلاصتها. هنا هاد الدلاحه هادي المحبي الدلاح دلاح البنات، حيت كاين اللي كيقول له الدلاع، يعني انا حنا كنقولوا له الدلاح بالحاء في الاخير، وكاين اللي كيقول له الدلاع يعني بالعين في الاخير. ما عرفتش الناس ديال الدكاله، كنظن ياك احتراماتي للناس ديال الدكاله وتحياتي ليهم لانهم هما اللي كيحماقوا على الدلاح. المهم غنبارطاجي معكم حنا الدلاح اللي تناخذوه هو هذا كيف ما كتشوفوا، هو هذا الدلاح اللي تناخذوه هذا الصغير. اولا انا تيعجبني حيت ما كيشد ليش لي سباس في الثلاجه ومعاه حنا قلال. واخا الثمن ديالو كيكون زايد لان كيقول لك بيو، كيكون هكا مكركب وصغور ما تتلقاش في هذا الكبير، يعني ما تلقاوش فيه الكبير، تيبيع غير هذا الصغير فقط. وش نقول لكم، عمري شي وحده ما خرجت لنا خايبه، كاع اللي خديناها كتخرج غزاله. المهم غادي نحلوها معاكم مباشره باش تشوفوا كيفاش دايره من الداخل. المهم خليكم معايا. المهم البنات راني غسلتها مزيان بالحلفه، انا راه كندير الحلفه فيها جافيل واوني وكنحكها مزيان. المهم راه نقيه، نبدا على بركه الله بسم الله. على فكره البنات انا ما كنحملش الدلاح، انا غير وليداتي وراجلي هما اللي كيحماقوا عليه، انا ما كناكلوش. الا كليت واحد المورسو كناكلو مع خبيز، ما عرفتش شكون اللي بحالي خليها لي في لي كومونتير، ما نقدرش ندوزو بلا خبز. المهم غادي نبدا نحلها معكم باش تشوفوها كيفاش دايره. عمري صراحه ما حشماتنا وحنا نشوفو قدامكم شنو غادي دير. كنتمنى تكون زوينه كيف ما موالفين، كتكون بنينه وكتكون حلوه وزوينه. بسم الله. المهم الصوت راه تسمع، تسمع الصوت ديالها. يا ربي ما تحشمناش، عمرها ما خرجت خايبه، دائما زوينه. بكثرة ما طرطقات جاتني عوجه. المهم هذا هو اللون، هذا هو اللون المطلوب، ماشي داك اللون الاحمر اللي كتخافوا منه انه يكون. المهم انتم اللون غوز، ما عرفتش واش كيبان لكم انتم. المهم راه اللون غوز وعلى وجهكم. غادي ندوق باش نقول لكم الصراحه كيفاش دايره، واش زوينه ولا خايبه، يعني باش ما نغشكمش. بسم الله ما كنحملوش البنات. والله العظيم البنات نتا سكر سكر حلاوه ما نعاودش لكم. الحمد لله ما حشمتناش. المهم هذه دائما كتكون حلوه، دائما كتكون اللون ديالها هكا غوز، عمرها ما خرجنا صراحه لونها. ما عرفتش مع الاضاءه واش كيبان لكم ولا لا، ولكن راه غوز، راه ماشي حمر راه غوز. المهم غنخليها الطرف هذا، غندير له الفيلم اليمونتير وغندخلو للثلاجه. المهم هذا البنات كاين فرق في الثمن، هذا كيكون داير كنظن دابا 5 دراهم للكيلو، بالنسبه لذاك الكبير راه داير 2 دراهم ونص للكيلو.
المهم انا كنت كنسول غير راجلي على الاثمنه، ماشي انا اللي كنشريه، انا ما تنفهمش فيه. وراجلي عزيز عليه، هذا اللي كيكون مكور وصغير هو اللي كيعجبو صراحه. صافي غادي ندخلو للثلاجه يبرد، وان شاء الله نشارك معكم الشكل النهائي ديال الكفته ديالي ديال لانشوبه، وان شاء الله العشيوه ديالنا. المهم البنات، هذه هي العشيوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ديال الكفته ديال لانشوبه هكا كتجي. المهم راه ما تديوش على التقديم ديال الزربه وصافي. الفلفله اللي مشويه راه درتها الوسط لانها طابت صراحه، وزينتها بهذا الحامض مصير، غير القشره ديالو اللي كانت شاطلي قبيله، وهذا المزيودات. المهم لاصوص كتجي، المهم كلشي طبيعي، هذا هو ليسونسييل، هو اننا ناكلو كلشي طبيعي. لاصوص كتجي هكا عاقده، كتجي في المكلة بنينه صراحه. وهذا خلاص الدلاح ديالنا من بعد ما برد، غادي ندوزو دابا نتعشاو. صراحه ما سخيتش بكم، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، خصوصا المبتدئات. اما راه تبارك الله النساء راني عارفاهم فنانات في المطابخ ديالهم، وصراحه كيبدعوا، ما هادشي غير بالنسبه للمبتدئات. وصلت لنهايه لا فيديو، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.